جدا تنظيم كأس الأمم الأفريقية. شراء التذاكر بقى موجود على الموقع الإلكتروني، كل حاجة مسجلة إلكتروني، ده بيحصر لي عدد الناس اللي بتحضر، بيبقى حاجة إلكترونية جميلة جدا ومنظمة. عندي كمان التواصل الإلكتروني مع الحكومة برضو بقى متواجد. في إجابات كتيرة جدا، في كمان المعلومات المنتقاة من الجهات الإعلامية الموثوق منها. في عند السلبيات بقى كتيرة جدا اللي هنحصرها ملهاش حصر، منها الإشاعات دي بتمثل خطر كبير جدا على المجتمع، لأن أغلب الناس بتشير بدون معرفة وبدون علم وبدون توثيق للمعلومة، فده بيسبب بلبلة كتيرة جدا وبيأثر على الأمن القومي للدولة. يعني نقول من وجهة نظر حضرتك انه اكبر هذه السلبيات هي الشائعات. الشائعات طبعا الشائعات، دي طيب أكبر السلبيات. نعم استاذ محمد، اكبر سلبيات التكنولوجيا من وجهة نظر حضرتك واهم ايجابياتها ايضا؟ السلبيات في التكنولوجيا حاليا في استخدام مواقع السوشيال ميديا بقت منتشرة جدا، خلت في الفترة الأخيرة إن احنا ما بقيناش بنقدر نشوف بعضنا زي زمان. يعني احنا كمان في أيام رمضان الناس كانت بتروح لبعضها، هنا في الصعيد كانت الناس بتود بعضها، لكن دلوقتي بدأنا نشوف إن السوشيال ميديا كل واحد عايش على الجهاز بتاعه، هو عايش مع الناس من خلال الجهاز، من خلال الاكونت بتاعه، ما بقاش فيه الموده والرحمه بتاع الزمان، ما بقاش فيه الحب بتاع زمان. الواحد بيحصل عنده حاجه الناس كلها بقت بتروح له، لا بقى بيكتب بوست والناس بتعلق له كده، خلاص احنا كده تمام يا جماعه، مش محتاجين نشوف بعض او نقابل بعض. لكن كمان من ايجابياتها ان هو بدانا نشوف ان في مواقع كويسه بتبث معلومه، كمان غيرت بما ان احنا صحفيين، غيرت في شكل الصحافه، ان الخبر بقى اسرع، بقى فيه عندنا مواقع اخباريه. لكن في السلبيات، لا سلبيات السوشيال ميديا كتيره جدا، عدم استخدام الانترنت بشكل منظم وبشكل ان الناس فاهمه هي بتستخدم ايه معاها، لا محتاجين توعيه اكتر، محتاجين ان احنا يكون في المدارس كمان ان احنا يكون عندنا توعيه للطلاب بتوعنا ازاي يستخدم النت عامه بشكل عام، مش بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. يعني في بعض الالفاظ بنشوفها على السوشيال ميديا الفاظ تمام. استاذ عصام، حضرتك بتتفق مع كلام الاستاذ محمد؟ انا بتفق مع كلام الاستاذ محمد وكلام الاستاذ رضا. استاذ رضا تمام. وفي جزئيه تانية اتفضل. احنا يمكن تاخرنا فيها من بدايه الحرب، حرب الشائعات اللي تعرضت لها البلد بعد 2013 تاخرنا جامد. كان المواقع كلها تويتر فيسبوك القنوات الخارجيه ترمي كده اشاعات دايما على كل اللي مسلطه الضوء على مصر، بترمي اشاعات كده كل شويه كل يوم، كنا ممكن كل بمعدل كل 12 ساعه في اشاعه، واشاعه تهد تقسم وسط البلد. تمام. بفضل الله احنا بقالنا حوالي 6-7 شهور بدات الهيئه الوطنيه للاعلام تتحرك وعامله كده في اكثر من قناه جزء كده لمحاربه الاشاعات. يعني في اشاعه طلعت افتح التلفزيون بلاقي ان الاشاعه ديت اللي انا قريتها على الفيسبوك او على تويتر هو بيدي بينفيها وبيقول الحقيقه. طبعا بيقول الحقيقه، بيقول يعني بيقول الشيء ده ايه اللي حصل والكلام ده. فدي يمكن من النقط الايجابيه اللي خلت الناس بدات يبقى عندها وعي. ويمكن كان ليها دور، يعني الحوار دوت اللي عملته الهيئه الوطنيه كان ليه دور جامد في التعديلات الدستوريه اللي عدت. تمام. يعني كان ليها دور جامد في الشارع والناس يعني استجابت لحته محاربه الاشاعات وكلام دوت اللي طبعا بيبثها لينا كلنا عارفين بتتبث ازاي وعن طريق ايه. تمام. وزي ما ذكر الاستاذ محمد حته الاشاعات وحته ان الفيسبوك او السوشيال ميديا عامه جعلت ان في نفور، ما فيش دلوقتي تلاصق وصلات ارحام. تمام. ودي شيء ودي سلبي طبعا دي من ضمن جدا. السلبيات. تمام. لكن الحته العظيمه بقى والجميله خالص برضو بخصوص التكنولوجيا، طبعا انا واحد من الناس حجزت تذكرتي في كاس امم افريقيا من خلال موقع تذكرتي وانا قاعد في بيتي. تمام. لكن ازاي نخلي المواطن وبالتحديدا الجيل الجديد يعني يبعد عن سلبيات التكنولوجيا و يعني ياخد ايجابياتها فقط؟ للاسف الشديد الشعب هل نقدر نعمل ده؟ المفروض المفروض كل الدنيا كل العالم اللي احنا علمناهم اللي احنا علمناهم البلاد اللي احنا رحنا علمناهم طلع من عندنا الدكاتره وعالجناهم وبنينا لهم كل دوت يعني فقنا بمراحل في التقدم في التكنولوجيا. تمام. بسنين ضوئيه كتير. تمام. مش سنه ولا لا، بسنين ضوئيه كتير. لا. احنا دلوقتي احنا متاخرين. احنا لما جه الدكتور طارق شوقي يعمل حاجه تنفعنا احنا يمكن اسالنا ليها. انا الدكتور حسن بدراوي كنت قريت تويته من 3-4 ايام. تمام.
بيقول لك ادعموا طارق شوقي، رغم ان الدكتور حسام بدراوي يمكن معروف ان اتجاهه كلام من دوت زي ما برضه من خلال السوشيال ميديا شفنا الدنيا فيها ايه. الدكتور حسام بدراوي بيأيد منظومة التعليم، احنا كنا لسه بنتكلم عن منظومة التعليم مع الاستاذ محمد، انا شايف وبنقول ان هي رائعة لكن يمكن هي بتحتاج بدايات او خطوات. البداية دايما، البداية دايما بتكون صعبة، البداية يعني احنا دلوقتي بدأنا، انا يعني واجه كلمة طبعا الدكتور طارق شوقي حاجة يعني عظيمة، ويمكن اول وزير مختص في التربية والتعليم يمسك الوزارة من 30-40 سنة. يعني كان كل اللي بيجي دكتور أطفال، بيجي أي حد بيجي تخصص التربية والتعليم، يمكن لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم صحيح هو شخصية هو دكتور طارق شوقي يكون حد مختص جاي يمسك الوزارة من اختصاصه من التربية والتعليم وكلام. هو الراجل بيعمل حاجات، بيعمل طفرة، لازم كلنا نساعده. مبدئيا كل الناس بيقول لك ده هيبوظ التعليم في مصر. هو احنا ما عندناش تعليم، هو يمكن الأسر التعليم بتاعنا في زين القائمة. الخوف من الجديد هو السبب، نقول الخوف من الجديد، المنظومة الجديدة بالنسبة للطلبة وبالنسبة لأولياء الأمور، هي منظومة جديدة. أنا ليا أصدقائي من 2008 شغالين في الإمارات في التربية والتعليم مدرسين، بيحكوا على نظام التعليم دوت من 2008 من ساعة ما راحوا بدأوا أول شغل ليهم، بقالهم من النهاردة 11 سنة شغالين في الإمارات، بيحكوا على الشغل دوت. ولما جه يتطبق في مصر فيهم ناس بتهاجمه، طب ما انت عايش، انت كنت بتتفاخر يعني بتقول في منظومه التعليم في الامارات شعري مثلا، لما جينا نطبقها هنا في مصر. طب ما هو مش كل الناس كانت بتشتغل في الامارات يعني فئه معينه، لكن برضو نقول يعني نرجع لحديثنا عن التكنولوجيا وايجابياتها وسلبياتها بشكل عام. وحضرتك قلت لي انه مش صعب اننا ناخد ايجابيات التكنولوجيا ونكون بعيدين عن سلبياتها. تمام. استاذ محمد، يعني ازاي ناخد ايجابيات التكنولوجيا ونبعد عن سلبياتها، وليه ده بيحصل في دول الشرق فقط؟ يعني احنا بنشوف دول الغرب عندهم تكنولوجيا طبعا، لكن يعني ما هماش زي ما قالوا ضيوفنا، يعني ما هيش واخده كل وقتهم، ما احناش قاعدين ليل ونهار قدام الفيسبوك. ويعني ليه الشرق او دول الشرق او المواطن الشرقي، المواطن الشرقي لعدة اسباب. الاول فيهم ان حاجة جديدة عليه، وفي نفس الوقت بيسيب كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. ازاي نستفاد منها ونمنع السلبيات؟ من الاسرة، بداية من الاسرة. التكنولوجيا، التليفون المحمول بيبقى في ده الطفل، اللي عنده 10 سنين، اللي عنده 8 سنين، اللي عنده 5، النت شغال في البيت. كل ولد من الاولاد او بنت في الاسره موجودين في البيت، ومش موجودين. تمام. وفي نفس الوقت معاه مع الموبايل بتاعه او على النت شغال مع لازم متابعه الاسره. الاسره ده عامل اساسي للمتابعه للاولاد. وبقولها وبحذر من خطورتها، خطر جدا. تمام. ان انا ما سيبش ابني يستخدم النت او يستخدم الموبايل او يستخدم التكنولوجيا بدون مراقبه. لا، اراقب، اشوف، اخش عليه، اشوف، اتابعه. ليه؟ في بعض المواقع الهدامه، بعض الاشاعات، في اشاعات ممكن الشباب في المدارس يتابعوها على المحمول، على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت تبقى اشاعات كاذبه ومغرضه، بتملى يعني ذهن الشاب وياخد فكره معينه ويقول كذا وكذا كده، بتخليه يخش في طريق خطر جدا. دي حاجه. والحاجه الثانيه، الحاجات الهدامه دي ممكن تزعزع امن واستقرار الوطن. دي واكيد المغرضين اللي هم يروح مطلع اشاعه معينه ويقول كذا كذا كذا، او يشوف الدوله ماشيه في اتجاه سليم ويروح مفرقعين اشاعه كده، تبرجل الدنيا دي كلها. لا، بد من كل اسره المتابع، الام، الاب، الاخ الاكبر، الاخ الاصغر، يتابع ابنه ماسك الموبايل بيستعمله ازاي، بيستعمل النت ازاي، بيستعمل هو فتح على ايه، هو بيشتغل في إيه؟ بيفكر في ايه؟ ايه اللي بيخش عليه وايه اللي بيتكلم فيه؟ دي هنا في منع السلبيات. الايجابيات هل هو دور الاسره فقط؟ الاسره في البدايه، الاسره عليها الدور الاساسي، الاسره الدور الاساسي، لكن اكيد في ادوار اخرى، ادوار اخرى
طبعا احنا بنتكلم مع التعليم، التعليم والتابلت، ما احنا عايزين نتعلم كله تابلت. وزي ما قال الاستاذ عصام، الدكتور استاذ عصام، ان الدكتور طارق شوقي هنقف جنب الدكتور طارق شوقي، بس عايز مساعدين ليه عشان نقدر نكمل المنظومه. تمام. صح. ندي الطالب، ندي المدرس، ندي المدرسه كافه الامكانيات عشان نقدر ناخد منها الايجابيات. والمدرس شيء اساسي ان هو ياخد دورات تدريبيه. في مدرسين ما تعرفش تعمل التابلت بصراحه شديده، زي ما قلت لحضرتك في البدايه تدريجيا ونبدا نبدا من البدايه، نبدا من البدايه ونقدر نتحرك. تمام. ونقدر نعمل حاجه للامام. نعم. السيد الرئيس توجيهاته الاهتمام بالتعليم طبعا، عايز يعمل كل الناس زي بعضها، يعني ما بقاش ابن انا اللي في مدرسه معينه في تبع بدل قريه ولا بلد يطلع يبقى نفس سنه ابن اخويا اللي هو قاعد في مكان تاني في محافظه تانيه مدرسه لغات ومدرسه. طب ده هيجيب امتياز؟ ده مش هيجيب حاجه خالص. النهارده لما يجي اعينه بكره وبعده او يتعين في وظيفه او يخش في مسابقه، مين اللي هياخد حق؟ اللي هيجيب امتياز هو اللي هيتعين، لكن اللي ما اتعلمش ده مش هياخد حاجه. وده كان اهتمام القياده السياسيه بالتعليم، اهتمام شديد جدا من اجل شباب مصر ومن اجل ابناء مصر كلهم كسواسية كأسنان المشط. تمام. تمام. يبقى الإيجابيات هنا والسلبيات. والسلبيات رسم أساسي، جزء أساسي على الأسرة في البداية، وبعد كده المدرسة والجامعة. نعم. نعم. الجميع. نعم. نعم. أستاذ رضا، يعني من وجهة نظر حضرتك كيف نطوع التكنولوجيا لصالح وخير المجتمع المصري؟ تمام. أنا قبل ما أتكلم بس في النقطة دي، أنا عايز أوضح نقطتين مهمين جدا أو شقين للتكنولوجيا. زي ما قال الأستاذ محمد وذكر أن الأسرة عليها دور كبير جدا في توعية الطفل، وأن هو تشوفه وتراقبه كويس جدا هو بيشاهد إيه وبيشوف إيه. تمام. لأن اللي بيشوفه الطفل في صغر سنه ده بيأثر عليه بالسلب في المستقبل. ده صحيح. ممكن يسمع فيلم مثلا رعب أو حاجة بتأثر عليه نفسيا وعصبيا كمان. لان انا كشاب بقعد اقلب في التليفون بتاعي، شويه بشوف اغنيه، شويه بشوف معلومه دينيه، شويه بشوف واحد بيقرا قران، شويه بشوف قتال، يعني في توقيت واحد ممكن في ساعه واحده انا شاهدت اكتر من مشهد. فده اصلا وصل للعقليه بتاعتي وعمل لي يعني لخبطه فيعني انا مش عارف انا حزين ولا فرحان ولا مبسوط ولا سعيد، ولا الحاله بتاعتي نفسها ما بقتش مظبوطه. فالتكنولوجيا اثرت على المخ. تمام. فبطالب الشباب ان هي تحدد وقت لنفسها على السوشيال ميديا، يبقى وقت معين ان انت تاخد المعلومه الصحيحه من مكان ومصدر موثوق منه، وان انت تستنقل الكلام ده و تتعامل مع المعلومه بثقه كويسه جدا، يعني نشوف المعلومه دي جايه منين، مصدرها ايه. ولو انا هشير حاجه يبقى انا هشير حاجه عن علم، اقراها كويس واشوف تفاصيلها ايه، لان ممكن يكون في وسط الكلام اللي مكتوب معلومه كويسه، لو في وسط الكلام ده في حاجات تانية كتير سلبيات. بتساعد ان انا انشر السلبيات دي، وبتساعد ان انا انشر اشاعه كمان بدون ما احس. تمام. فالموضوع يعني اكبر ده من ده، ده كلام جميل ان انا احدد وقت انه الدور الكبير يبقى على الاسره. طيب. لكن استاذ محمد، ليه الاسر المصريه بالرغم انها مؤمنه جدا بكلام الاستاذ رضا لكن ما بيعرفوش يعملوا كده مع الاولاد؟ لان الكلام بصراحه ما بيعرفش يعمل كده بصراحه. النهارده الولد، ما الولد او البنت بقت بتسمع لصديقها أكتر. يعني للصديق الولد او البنت النهارده الصديق بالنسبه له هو اكتر الحد المقربين. تمام. ما بقاش في فكره ان الولد يحترم الاكبر منه. القيم المجتمعيه نفسها بتتاكل، والعادات والتقاليد بتتاكل في المجتمع. فبقينا بنشوف النهارده ان الناس بقت خلاص، انا وصاحبي نعمل اللي احنا عاوزينه، نتكلم في اللي احنا عاوزينه. لكن الاسره دي دول ناس بقى ده قديمه، دول ناس ما يعرفوش السوشيال ميديا. وجهه نظر الاولاد كده قوي. الاولاد بيتعاملوا بالمنطق ده. الاجتماع بقى موقع الفصل الاجتماعي مش برده احد عيوب برده. دي كارثه. ان هو مثلا يقول لك ايه، يعني مثلا كانوا هم نفسهم بيتريقوا على ده وبيتكلموا في بوستات حوالين ده، اللي هو ده النور لما اتقطع قال ده انا سلمت على اخويا في البيت بالصدفه، ده احنا بقالنا 5 سنين ما شفناش بعض، بينا وبين بعض بوستات على الفيسبوك. تمام. ف
فهي الفكره بقى في كده. طب هل ممكن ان احنا الولد او البنت ان هو يسمع كلام اهله في ده؟ ممكن، بس بقى فكرتي فكره الاحتواء، انك تخليه قريب منه، انك تخرج معاه، انك ما تحسسوش انك دايما بتدي له اوامر. الجيل اللي طالع مش بتاع اوامر طبعا خالص، ما بيسمعش الكلام لا خالص. انت يا تقنعني يا مش، يا اما مش هنفذ. مش زي ان احنا كان الوالد او العم يقول لك ولد فخلاص بقى، مفيش بقى الكلام ده، اختفت القيم دي. لا لا مش موجود دلوقتي كده. ايضا استاذ عصام، يعني واحنا بنتكلم عن التكنولوجيا وايجابياتها، ويمكن استاذ رضا كلمنا عن النقطه الخاصه ببطوله الامم الافريقيه، هذه البطوله المهمه يعني اللي يمكن باقي عليها ايام، ازاي بجانب التكنولوجيا ازاي يعني نستفيد من القيادات الشبابية في بطولة الأمم الأفريقية؟ هو بالفعل كان في موقع لوزارة الشباب والرياضة، كان والشركة المنظمة وشركات الراعية، كانوا بالفعل كان في إعلان من حوالي شهر لاستقطاب شباب للعمل، وهياخدوا أجر مادي يعني هيشتغل يعني لمدة طبعا لمدة شهرين طبعا، عشان هم بدأوا من دلوقتي في تدريبات وفي اختبارات وفي تجهيزات للحدث. فهم ابتدوا بالفعل ومرتبات كويسه على فكره. دي الحته الثانيه بقى، فايده ان انا دلوقتي حجز التذكره من خلال الموقع. طبعا في كل العالم ملاعب كره القدم بيبقى فيها ايه، شغب، بيبقى فيها احداث خارجه، انا ما بحبش فريق تتغلب، بيبقى فيه شغب جمهور وكده. دلوقتي من خلال التذكره ديت انا دلوقتي اخذت تذكرتي، عارف نفسي هقعد على الكرسي رقم كام، تمام، يوم اللي جنبية يحدف طوبة على الملعب ولا يحصل منه شغب كده، من خلال تذكرتي هاجي، وتبقى سهل يعني سهل عقاب. فدي برضو احد مميزات التكنولوجيا. تمام. عيوب بقى التكنولوجيا ويمكن نتكلم فيها الدكتور محمد. ماشي. بما حدث من احداث في الايام اللي عدت بخصوص امتحانات الثانويه العامه والسيستم وكلام من دوت، اللي حدث من معلش انا برضو اسميهم اطفال لسه 14 15 سنه، ده طفل. تمام. لما ينزل الشارع ويتظاهر ويحاول يعمل احداث فوضى وشغب، مين اللي وصل له كده؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. حضرتك ذكرت الثانويه العامه، ايضا من سلبيات التكنولوجيا انه كان في سنوات سابقه تسريب بعض الامتحانات. تمام. يعني دي مثلا دي بقى يا فندم، شوف ولي الامر ايام تسريب من سنتين ثلاثه لورا، تمام، لما كان في تسريب كان بيبقى سعيد وفرحان، انا ابني هيغش وابني هينجح. السنه دي مثلا عشان في حاجه جديده طيب. العالم كله شغال بيها. هو زعلان ليه؟ برضه هو اكتر ناس بتحارب منظومه التعليم الجديده اللي هي التابلت ديت، مافيا السناتر. انا بسميهم مافيا، انا بسميهم مافيا. بص ممكن عندنا هنا يعني مش عايز اسمي ولا احدد اماكن، احنا عندنا هنا في المنيا غير القاهره الوضع، انا في يعني وانا ماشي على شغلي ممكن اطلع من بيتي الساعه 5 الصبح عشان اروح شغلي، بيبقى في شغل وكلام بطل. بشوف اطفال لما اولى ثانوي وثانيه ثانوي واقفين على الموقف بره رايحين دروس في مركز تاني غير المركز بتاعنا. يعني حاجه صعبه. طب ده صح، ده نام امتى؟ ده بتاع الثانويه العامه نام امتى؟ صح من النوم امتى؟ هيذاكر امتى؟ هيروح هو رايح 5 الصبح هيرجع مدرسته امتى؟ هيرجع ده بيرجع تاني ايه؟ ده ممكن انا ارجع من الشغل الساعه 3 ابص عليه راح مكان تاني، هو برضه هو البنت او الواد هو نفسه هو رايح مكان تاني. بيرجع بعد المغرب. طب ده يومه ازاي؟ دلوقتي لما الاقي غير ايه؟ نزيف اقتصاد الاسره. شايف انه التكنولوجيا ستساهم في القضاء على مثل هذه السلبيات زي الدروس طبعاً. الخصوصيه طبعاً. ده في نزيف اقتصاد الاسره ايجابيه طبعا في نزيف اقتصاد الاسره. المصالح الحكوميه اقل اسره دلوقتي عندها طالب في ثانويه عامه شهريا بمعدل 1000 جنيه. طب 1000 جنيه ده يعني مبلغ طبعا اكبر من كده اعتقد. ده انا بقول لك اللي عندها فرض، اللي عندها تلميذ او تلميذه واحده في اولى ثانوي، غير طبعا كل شويه وكل ما تعلى وكل ما تقدم في مرحله الفيزيتا بتعلى. ماشي. فده التكنولوجيا، ده برضو من فوائد التكنولوجيا ان هي لو انا والله اللي بتمناه ان انا فعلا 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 نساند المنظومه الجديده. تمام. بس اتفضل. ليه ما يبقاش فيه عندنا فكره التعليم عن بعد؟ ان احنا المدرسين بدل ما هو الطالب بيروح ياخد درس خصوصي في المكان ده، ليه ما نقدمش الماده العلميه دي؟ على هي كلها افكار جيده جدا، لكن يعني هو السؤال تطبيقها ازاي وامتى وبعد خطوات قد ايه؟
يعني الموضوع يعني مش الموضوع بسيط يعني بسيط يعني لازم في مراحل معينه بمشي عليها لازم نمر بيها الاول اولا ان انا اطور فكر المدرس نفسه واهله ان هو يتعلم على حاجه زي دي. طبيعي انا عايز واحد يعلم الطالب او يدرس للطالب ده على منظومه جديده هو نفسه المدرس ما يعرفش عنها حاجه تمام. فلازم يكون في تاهيل للمدرس الاول على المنظومه او النظام الجديد ده او التابلت عشان يقدر يدي المعلومه الصحيحه للطالب تمام. بدل ما انا بجيب واحد مهندس تكنولوجي مثلا او بقاعد بيعمل لي الصيانه بيعمل لي مثلا تعديل في الموقع او في النظام اللي موجود لا طب ما انا ادي دوره تدريبيه للمدرسين في فترات الاجازات اللي موجوده عندهم واستغل الفتره ديت واعلم المدرس ازاي يتعامل مع المنظومه الجديده بحيث هو نفسه يبقى فاهم هو بيتعامل مع علم ايه ويبدع فيها كمان. يعني هو لو عندهم افكار ينزلوها يبقى في مثلا جروب خاص ليهم ما كلهم بيعملوا جروبات طب اعمل جروب خاص بالمنظومه نفسها اطرح المعلومات اللي عندك اطرح المشاكل اللي بتقابلك نزل حلول ليها اطرح افكار جديده. انا كواحد من الناس انا بحب اتعلم مثلا برنامج مونتاج يعني انا غلب على ان انا اتعلم برنامج مونتاج خلاص انا عايز اتعلم المونتاج بدات ابحث عن النت وادور عن اليوتيوب وابدا ادور في كل المعلومات واشوف افضل برنامج ايه واسهل برنامج اتعلم عليه ايه. فالتكنولوجيا مفيده على قد ما هي فيها سلبيات بس فيها ايجابيات كتير جدا. ايجابيات نعم يعني استاذ محمد الايجابيات والحديث عن الإيجابيات والسلبيات وبيهمنا أن احنا ناخد الإيجابيات وليس السلبيات بالتأكيد كيف من وجهة نظر حضرتك تساهم إيجابيات التكنولوجيا في إنجاح بطولة الأمم الأفريقية طبعاً وهي الأقرب يعني والأهم طبعا دي حاجة حدث عظيم وحدث عظيم بالنسبة لمصر ويشرف طبعا كل المصريين أن هم الحاجه دي تتعامل عندنا في مصر هنا تمام. هتساعد بكتير الناس كلها هتخش اللي عنده حاجه هيشوفها خطا هيعلق عليها هيشوف الصح اللي عنده اي استفسار عن اي شيء هيخش عليه مباشره وهيفتح يعرف معلومات عن كامله بالاضافه برضه زي ما قال زميلنا والاستاذ قال ان اختيار الاماكن والحجز دي هتمنع الشغب نهائيا لبتاع التذكره ده اسمه برقم بطاقته بموقعه بمكانه بتحديد يعني اذا عمل وهذه الضوابط الجديده كلها ضوابط امنيه تساعد على انجاح البطوله نجاح امني في من الطراز الاول تمام. اللي هيعمل شغب هيجي لو هو راح فين تمام. عشان هيتحدد الكراسي دي كان فيها محمد الباسل وعصام وجمال وفلان دول متحدد الشبخ حصل الشغب حصل من المنطقه دي تمام. يبقى دول هيجوا بالاسم ما فيهاش ظلم لحد وفيها تحديد اماكن نجاح امني للطراز الاول تمام. عشان اللي قبل ما يروح ويشارك هو رايح هيعمل ايه هدف انت خلاص انت بتشجع بلدك إيه؟ حاجه للبلد تروح للمتعه للمتعه صحيح وليس للشغب والشغب والشغب نعم. هتعمل شغب هتتعاقب وهتيجي من هتجيب لو في اخر الدنيا تمام. يعني ما فيهاش ظلم لاي حد تمام. وفي نفس الوقت نجاح لينا كلنا نجاح لمصر تمام. نجاح أكيد. لمصر أكيد. نجاح لمصر نعم. وحاجه زي ما بنقول من بدايه الحلقه ان مصر رياده وقياده لا. في شتى المجالات لا. لو في حاجه ثانيه يا دكتور برضو اتفضل ان احنا لاول مره بطوله امم افريقيا ب 24 فريق ايوه يعني لاول مره تكون في مصر ومصر تكون في مصر. مصر بفضل الله يا الدوله رقم واحد برضو في الحصول على بطوله كاس الامم الافريقيه احنا اول دوله فزنا بيها برضو في 57 تمام اثيوبيا يعني ما شاء الله احنا في مجال كره القدم على المستوى الافريقي احنا حاجه على المستوى العالمي حاجه تانية خالص طبعا رساله للعالم كله ان احنا بننظم بطوله زي ديت بتودي رساله للعالم ان انا قادر ان انا اتمنى لهذه البطوله استاذ رضا اكيد طبعا يعني ان هي تخرج بهيبه مصر وقيمه مصر طبعا تمام. في التنظيم وفي الاداره وفي التجهيز وفي المنظر والشكل العام لمصر ان هي بلد الاستضافه وبلد الامن والامان والاستقرار وان شاء الله تخرج اي عنوان تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي عنوان للعالم كله عنوان مصر للعالم كله بنصدر العالم كله تعالوا مصر مصر امنه مصر ان شاء الله لا وبالمناسبه دي في حاجه طالما احنا اتكلمنا عن الحاجه ديت يا جماعه هذا العمل نجاح لمصر كلها وبالله عليكم اي واحد على ارض مصر تيجي له معلومه بس
بأي شخص يحاول يزعزع الأمن يزعزع فورا ده أمانة ده أمانة عليه ده أمانة يخطر الجهات الأمنية فورا ما يستناش. هل يعني مثل هذه الأحداث الكبرى أو المهمة يعني هتكون طريق من أجل أنه تنشط الشائعات والتكنولوجيا السلبية في الأحداث المهمة دي بتنشط التكنولوجيا السلبية والمفروض أن احنا نواجهها؟ فضل أستاذ محمد. الشعب المصري عنده وعي تمام، والشباب المصري وطني تمام، فإن وصلته معلومة أو شائعة خطأ فهو وتصحح منها بتلاقيهم دايما على طول بيرجعوا تمام. فده حقيقي. إيه النهاردة في الاستفتاء كان عندنا مشهد مهيب من الشباب المصري بيشارك بصوته تمام. فقصة ان هم لا انا واثق ان الشباب المصري هيقدم نموذج محترم في التشجيع، هيكونوا بقدر وحجم المسؤولية، هيكون هم اكتر ناس بيردوا على الشائعات ان هم فعلا بيحبوا بلدهم. يعني حضرتك بتقول انه الشاب المصري شاب واعي وعليه دور في انجاح هذه البطولة عن طريق طبعا التكنولوجيا ايجابية ومواجهة اي شائعات او اي سلبيات من الممكن ان تطلقها، يعني تطلقها التكنولوجيا السلبيه. في اللجان الالكترونيه شغاله، في اللجان الالكترونيه شغاله علينا تمام. احنا عندنا شباب واعي ومثقف وفاهم وتعلموا الدرس وفهموا ان دي اشاعات بتيجي عشان توجع البلد. في مليارات الدولارات جاهزين ان هم يردوا على الكلام ده. في مليارات المعلومات موثقه. انا حتى تنظيم بطوله قويه جدا انا جاهز، انا موجود على الارض، انا موجود وسط المجتمع العربي والدولي تمام. فالشباب واعي ومثقف وفاهم اللي بيدور حواليه كويس ايه. الحمد لله ان في مواقع كتيره جدا وفي مبادرات بتتعمل عشان توعي الشباب دي وتفهم الموضوع ده، وده ظهر حتى في الفتره الاخيره زي ما ذكر الاستاذ محمد في الاستفتاء. الناس نزلت والشباب عندها بقى عندها وعي وفكر وثقافه وعرفت الدور اللي موجوده عندها ايه او الدور اللي مطلوب منها ايه تمام. وكلهم متكاتفين واقفين جنب البلد تمام. وان شاء الله هنخرج بصوره مشرفه ان شاء الله باذن الله. واحنا اتكلمنا عن يعني القيادات، احنا هنختم طبعا، احنا الوقت معانا يعني بينتهي، واتكلمنا عن دور القيادات الشبابية في انجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، واتكلمنا عن التكنولوجيا إيجابياتها وسلبياتها. يعني انا هاخد في النهاية كلمة أخيرة من حضراتكم بخصوص يعني التكنولوجيا الإيجابية ودور القيادة الشبابية تحديدا في يعني إعلاء التكنولوجيا الإيجابية والبعد عن سلبيتها. أستاذ عصام. طبعا كلمة أخيرة بخصوص التكنولوجيا تكلم فيها دكتور وتكلم فيها الأستاذ رضا والأستاذ محمد. أول حاجة لازم عشان تبقى العملية إيجابية معايا وأنا أبقى أنا مرتاح في حياتي لازم أراقب أولادي. الأسرة. الأسرة طبعا. أنا بقول الوقت أولادي الأسرة. أستاذ محمد. أنا شايف كلمة أخيرة، إحنا نقدر كشاب، أنا كشاب مصري أقدر أستخدم التكنولوجيا دي في إنها في وقت من الأوقات تكون شغلانة ليا وأقدر أكسب منها. لو شفنا النهاردة أرباح جوجل بكام والناس اللي بتشتغل في في في, في مجال تكنولوجيا المعلومات بيكسبوا كام، لا أنا أشوف إن إحنا كشاب مصري اتجه في المجال ده واشتغل فيه بإيجابية وليس بإيجابية صانع. طيب وأنا لي هدف تاني كبير خالص على الموضوع ده إن أنا عايز إن يكون في حملات توعية قوية جدا من أجل الوطن. نعم. زي في شباب، مجموعة شباب على الفيسبوك احنا عملنا جروب كبير مسمينه من أجل الوطن. نعم. أو الحملة التوعوية أو التثقيفية من أجل الوطن. ان احنا بس بننزل المعلومة الصحيحة للناس، بناخدها من مصدرها الموثوق وبننزلها للناس. لو في شعب نحاول ان احنا نساعد، وده دورنا احنا كشباب جانب الوطن بتاعنا بما اننا من القيادات الشبابية في المحافظة او في الدولة، ان احنا دورنا ان احنا نساند الدولة في الموضوع ده تمام. ان احنا بنوعي الشباب. استاذ محمد. طبعا ده امانة من اجل مصر، من اجل مصر تمام. لابد ان نقف جميعا بجانب مصر، بجانب مصر تمام. في شتى المجالات ده صحيح. عرفت معلومه معينه هدفها زعزعه استقرار البلد فورا، لا تأوان، لا 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 أتوان. بالاضافه ان احنا نعلم جميعا ان احنا بنتحارب يا جماعه، بنتحارب من دول كبرى وبنتحارب من داخلنا احنا تمام. من ناس مرضى تمام. يبقى من اجل مصر حتى
يستقر الامن والامان باذن الله ونمشي دائما يا فندم. بيصرف يوميا مليارات الدولارات من اجهزه مخابرات عالميه على هنا عشان يبث اشاعات تهدم البلد دي. البلد دي اقسم بالله ما بيحسش بيها غير فعلا اللي اتغرب ويكون بيحبها. اتمنى دائما الخير لمصر ويعني بشعبها وبقيادتها. انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معنا من خلال الركن الحواري وصباح السعيد، شرفتونا ونورتونا. شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضراتكم بألف خير. اعزائنا المشاهدين، في نهايه الركن الحواري ونهايه هذه الحلقه من صباح السعيد بتقدم بخالص الشكر لضيوفي استاذ محمد الباسل مدير مكتب الاهرام بالمنيا، استاذ محمد جمال شاكر، الاستاذ رضا صلاح كامل، الاستاذ عصام احمد حسن من القيادات الشبابيه بمحافظه المنيا. ايضا بشكر حضراتكم اعزائنا المشاهدين على حسن المتابعه، وغدا قراءه يوميه جديده والصحف الصادره صباح الغد وحلقه جديده وصباح السعيد. تحياتي وتحيات اسره البرنامج.